مع أن علماءها الأوائل يكاد كل العلماء يطبقون على أن الإيمان قائم على قول واعتقاد وعمل، ويقولون بأن الإيمان له ثلاثة أركان. الإيمان يقوم على ثلاثة أركان، والركن ما دخل في ماهية الشيء يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه. الركن عندهم ما دخل في ماهية الشيء، إذا انتفى انتفى، إذا انتفى ذلك الشيء، إذا انتفى ذلك الركن انتفى ذلك الشيء. فيقولون بأن الإيمان قائم على ثلاثة أركان، قائم على اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأبدان. فلا بد أن تنطوي القلوب على العقيدة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، والتي نص عليها كتابه وتواترت بها سنته المطهرة المنورة. لا بد بعد ذلك من قول باللسان ثم تطبيق بالأركان. فالإسلام تصديق، الإيمان تصديق وتطبيق، الإيمان والإسلام تصديق وتطبيق.